الجولة الثانية من توزيع الجوائز الكبرى من برنامج كاش مع باسم، وتفاصيل أكثر ضمن تقريرنا. هالي يوسف من الذي سبت بحث موبايل نوت 8. سندس محمد هلال من قرية الناصرية مريف دمشق، ربيت منزل. اشتركت بالمسابقة بعد كاش واشتركت أنا اسمي فاطر عبد الكريم إبراهيم من مدينة جبلي محافظة اللاذقية. شفت البرنامج على القنوات السورية. 500,000. ليس علي دوا من طرطوس. الشيخ بدر طالب على الرسائل. سهل زياد حمد هاشم منطقة حلب، عسكري حاليا، يعني 10 ليرات ذهبية، يعني أول مرة تصير معي بحياتي، مبسوط كتير. مناز السيوري من الشام. ست بيت. اشتركت إنه صار عندي فضول يطلع اسمي على الشاشة أو شو بجرب حظاتي بربح أو لا. شيرين حمزة رجاب، ساكنة مساكن الصبورة. ونشكره للنجم باسم ياخور. زهير قرق مازن من السويدة، محافظة السويدة. اشتركت بالبرنامج عن طريق الرسائل. كاش مع باسم أحلى. أنا إبراهيم مصطفى عبد الله من حلب، موظف في التربية. والله كنا بعت رسالة على البرنامج على 135 كاش وأجاوب على الأسئلة. والله ما عديت بس كتير، يعني برنامج حلو وجوازه كتير حلو، يعني 10 ليرات دهب. وليد مغربيل من جبلة، مدينة جبلة، متعهد بناء. اشتركت عن طريق رسالة كاش مع باسم على رقم 135، بعدين صاروا يسألوني وكل ما جاوب يعطوني نقاط، اربح نقاط. فكنت تقريبا مجاوب على شيء 7 أسئلة. والله اسئله فيش في منا يعني صعب، بس الغالبيه سهل. والله ربحت جائزة المليون ليره. روزا محمد كردي من طرطوس، طالبة جامعة، 10 ليرات ذهب. على اكبر السنه الاتاب اشتركنا ببرنامج كاش واتصل فينا امبارح، ربحنا استان كلاس. انا بشتغل بالكهرباء. ليرات الذهب والملايين والسيارات لسه بانتظاركم. لا تنسوا كاش على 135. كنت معكم لنينار تي في، ريهام مجر.